شاء الله بارك الله هذه الفرس الجميلة. أبو سعود ما شاء الله الجمعة الطيبة يوم الجمعة مع الشيخ شيخ أبو علي. السلام عليكم شيخ إبراهيم سعد. هلا والله غلب الشيخ الله يحييك طول عمرك. هذه الجلسة الطيبة مع هالنار شيخنا الغالي شيخ محمد المبارك أبو سعود. هلا والله غلب الشيخ اليوم الجمعة الطيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طالما خلقكم مرضى ودن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاش يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا واسع العطاء ويا سميع الدعاء ارفع عنا البلاء واحفظنا من الوباء وأكرمنا بالدواء وقنا شر كل داء يا رب الأرض والسماء يا أرحم الراحمين.